السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Para pemirsa, teman dan sahabat M Harfin TV Channel, hari ini kita bersama Syekh dari Mesir yang bertugas di UIN Mataram. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masmuk ismi Ahmad Farouk Muhammad Hussein. Masya Allah, namanya beliau adalah Syekh Ahmad Farouk Muhammad Hussein. Nurid na'rif أن النصف الشعبان وفضاء مضاء فضلكم يا شيخ في الأوسية طيبة للمسلمين والمسلمات وخصوصا للطلبة الجامعة الإسلامية الحكومية. Jadi kita akan mendengarkan tausiah dari Syekh Ahmad Farouk berkaitan dengan nisfu sya'ban dan menyambut Ramadan Mubarak untuk muslimin muslimat terutama bagi mahasiswa mahasiswi UIN Mataram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ardi was samaa' khalaqa Adama wa 'allamahu al-asma' wa asjada lahu malaa'ikatahu وأسكنه الجنة دار البقاء وجعل الدنيا لذريته دار عدل من دار الجزاء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وعلى آله الشرفاء الكرماء وبعد فلله الأمر من قبل ومن بعد أتعلمون عن أي ليلة نتحدث إنها ليلة عظيمة رائعة وهذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان ولها فضل عظيم حيث إن الملائكة تتنزل وتفرح بهذه الليلة فرحا لما يوجد عند المسلمين من إقامة لليل ومن صيام بالنهار وبالتالي يجب علينا نحن المسلمين أن نغتنم هذه الليلة اغتناما كبيرا بالذكر والصلاة على حضرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن وقيام الليل والتهجد فلا تحرم نفسك أيها المسلم من هذا الخير العميم ذلكم أن الملائكة تحتفل بهذه الليلة أيما احتفال ويغفر الله عز وجل للمستغفرين فيها ويعطي السائلين بالتالي فيجب علينا أن نستزيد من الأعمال الصالحة فيها حتى يتضاعف لنا الثواب كما أن استغلال هذه الليلة يتأتى من ضمن المبادرات التي نستقبل بها شهر رمضان المقبل فيجب علينا أن نستغل هذا الشهر بالصيام الصيام الكثير في شهر شعبان فقد كان صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان ما لا يصوم في غيره من الصيام التطوع كما نوصي بقيام ليل شهر شعبان فإن من قام شهر شعبان سهل عليه أن يقوم شهر رمضان علينا أن نصوم شهر شعبان وأن نقوم ليلة استعدادا للصيام والقيام في شهر رمضان المعظم كما أنه أيضا يجب علينا أن نتلو القرآن الكريم كثيرا في شهر شعبان فإن من قرأ جزءا في شهر شعبان استطاع أن يقرأ جزئين أو ثلاثة في شهر رمضان كذلك يجب علينا الاستغفار فالاستغفار باب عظيم يغفر الله تعالى به التوبة قال الله يغفر الله تعالى به الذنوب قال الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم استغفار جعل الله من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب كما قال الله سبحانه وتعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون كذلك من اهم المبادرات التي يجب على الانسان ان يفعلها استعدادا لشهر رمضان وفي ليله النصف من شعبان خصوصا
الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على الحبيب النبي الكريم مقبولة. قال الشاعر: أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بدون تردد، أعمى هنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه بها ألفا. فهذا باب عظيم نتقرب به إلى الله عز وجل. ابدأ يومك وابدأ ليلتك، ليلة النصف من شعبان، بالحمد لله رب العالمين والثناء على ذاته العلية، ثم بالصلاة على حضرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم بتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والاستغفار وصلاة قيام الليل وصلاة التهجد والإكثار من الدعاء إلى الله عز وجل حتى تكون من المثبتين الخائفين المتضرعين. ثم بعد ذلك دم وداوم على هذه الأعمال الصالحة بعد هذه الليلة المباركة حتى يوفقنا الله عز وجل لاستغلال شهر رمضان. بلغنا الله وإياكم شهر رمضان ورزقنا فيه الصلاة والصيام والقيام، وجعل أعمالنا في شعبان وفي رمضان خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. demikian para pemirsa, bahwa mulailah diri kita, mulai diri kita hari ini, malam nanti untuk menyambut nisfu Syaban, kemudian perbanyak istighfar, perbanyak tilawatil Quran, dan perbanyak sholawat, karena itulah kunci bagi kebahagiaan keselamatan kita di dunia. Semoga berkah Allah limpahi hidup kita di bulan Syaban, di nisfu Syaban, di mana dikatakan 10 amal perbuatan kita seperti ini, kita menuju Ramadan dengan hati, jiwa, pikiran bersih, mutmainnah, dan selalu dalam keberkahan, lindungan, dan maunah hidayah Allah Ta'ala dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukran wa dumna bil khair wal barakah. Allahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Insyaallah. Insyaallah. Ustazah Nabil.